وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته 10 سنوات، والذي يستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا أمام روسيا. قال مسؤولون إن الاتفاق الذي وقع على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا يستهدف إلزام الإدارات الأمريكية في المستقبل بدعم أوكرانيا، وسيمثل الاتفاق إطار عمل لجهود أمريكية طويلة الأمد للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية المتأخرة من حيث العتاد، وخطوة نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف، ذلك وفقا لنص الاتفاقية.